في ضيافتنا اليوم نجم عالمي تخطت مسيرته الفنية أكثر من عقدين من الزمن، إنه عازف الجاز العالمي كمال مسلم. معزوفات تحمل هوية خاصة بها، حيث دائما ما يحاول أن يترجم أحاسيسه ومشاعره ليلامس بها قلوب الناس. بالفعل يقدم مسلم مشاهدينا خليطا من الموسيقى الشرقية ممتزجة مع الموسيقى الغربية واللاتينية تحديداً وحتى الأسيوية، مع رشاقة تجعلها متداخلة بطريقة جذابة. كمال مسلم أحد أبرز موسيقي المنطقة والعالم في الجاز، ويمتلك تفرداً في عالم الموسيقى الفيوجن، وله تصريح سابق ربما أصبحنا نستشعر كثيراً هذه الأيام، حيث يقول الموسيقى العربية الحديثة فاست فود، دلالة على عدم قدرتها على الصمود. منرحب إذا مشاهدينا في الاستوديو بالموسيقي كمال مسلم. أهلا بك. أهلاً. كمال معنا. فاست فود كثير حبيت على فكرة هذا المصطلح، وعن جد أنه دقيق بالفعل. مش كل الأغاني بس أكيد أغلب. مش كل الأغاني طبعا، بس الفكرة أنه موسيقى غير مستدامة، يعني ما لها عمر طويل خلينا نحكي، مصنوعة بطريقة سريعة، مش مفكر فيها بعمق. الإحساس فيها الداخلي مش نابع من عمق خلاق كرياتيف سورس، يعني هي معتمدة على التكنولوجيا الموجودة اليوم في صناعة الموسيقى، يعني في البرودكشن. طبعا اليوم الميوزك برودكشن كتير أسهل من قبل 30 سنة و 50 سنة، يعني عندنا خلينا نحكي مكتبات موسيقية بتختار منها أنت أجزاء وبتركبها مع بعض، بيطلع معك لحن أو بيطلع معك إيقاع. بالقبل كنت لازم تجيب كل عازف عشان يعزف كل مقطع وكل جزء يتسجل لايف بالستوديو. هلا لا، انت عندك لابتوب بس مجرد لابتوب كيبورد صغير وهارد درايف بتعمل اغاني. صح. وبكره رايحين على الذكاء الاصطناعي ممكن يغير. لكن اليوم خليني اول شيء، ليش جاي دبي؟ ليش انا ساكن في دبي؟ لا ليش في حفله شيرين؟ ايوه لاكثر من سبب طبعا. الاحياء ذكرى شيرين كصحفيه، شيرين ابو عقله، شيرين ابو عقله زميله، وكانت زميله معي في الجامعه لما درسنا هندسه معماري. احنا كنا في هندسه معماري، انا ضليت وهي حولت صحف. فبعرفها شخصيا، يعني معرفه كويسه. تحياتنا لكل من يعرف هذه الانسانه ووقفة طبعا في حقها، ودائما احنا نقول رحمه الله عليها. اليوم أنا خذيت مجالك في السؤال. لا It's okay. معلي هو يعني جميل جدا، هو أصلا تكريم الناس عن طريق الموسيقى وتكريم ناس ذو قيمة وعندهم باع طويل بالعطاء مثل شيرين أبو عقلي الله يرحمها في مجال الصحافة، وصوتها كان صوت الحقيقة. خلينا نفهم أكثر كيف، أو نسمع خلينا بداية قبل ما تشرح لنا، كيف هذا الفيوجن ما بين الجاز الغربي مع الموسيقى الشرقية، كيف بيتزاوجوا مع بعضهم؟ الحقيقة في بين الموسيقى العربية والجاز بالذات نقاط تلاقي، لأنه الموسيقى العربية تعتمد على الارتجال. الموسيقى العربية كلاسيكية يعني بحكي تعتمد على الارتجال أو على الموال، يعني هو في الأصل. خلينا نسمع يعني أكثر. والجاز كمان. يلا خليني. برهن لي. يعني مثلا بالموسيقى العربية إحنا بنعزف على مقام الرست مثلا. نفس هذا المقام ممكن أعزفه أنا بلوز. حولته فانك. اوكي. هذه ينطبق على اكثر، بس على الجاز ولا على اكثر من لون موسيقي؟ انا بشغلي بالفيوجن اللي بعمله دخلت الجاز، دخلت الروك، دخلت موسيقى من اسيا، عناصر موسيقى هنديه مثلا نوعا ما، زي مثلا ما بعمل انا هذا مقام هندي مثلا. اوكي. بس هذا على الستار يختلف. احنا يا جماعه بدناش ندخل بكثير يعني نظريات الموسيقى، بدنا نسمع شيء حلو. مشاهدين اكيد بدهم يسمعوا. ما يعتبر فاست فود هذا؟ لا. يلا بنشوف.
الله. نقدر نقول بأنه اليوم الموسيقى لا هوية لها أو لا انتماء جغرافي لها، من الممكن أن تحاكي كل البلدان؟ ممكن يعني دخلنا بعالم بالعولمة وهيك، بس أنا بحاول دائما في موسيقتي أنها توصل للكل مع حمل هويات معينة واضحة. طيب. واضحة المعاني. واضحة المعاني. إحنا بدنا ننهي بمقطوعة حلوة، دايلنا 30 ثانية. إحنا طماعين ترى. نسكر على صباح العربي الجميلة. مقاليد الهواء كلها لك. إلى اللقاء مشاهدينا. يلا. رح نعمل شيء مرشح بسيط هيك. يلا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.